تنتظر والصافرة تأتي معلنة بداية لحظات هذا اللقاء. القادسية على صعيد جدول الترتيب، الأمر الذي يبدو واضحا من خلال الجولات الماضية. خطأ وصافرة وتدخل حاضر في اللقطة الماضية. فهد الجهني، خطأ يأتي من جانب عبدالله الشمري للفريق القدساوي على كرة ثابتة. إنتون يلعب كرة عالية في مركز الطيب. محمد خبراني، كرة إنتون جوزيه مرت من الكل، وخبراني على طريقة المدافعين أرادها بعيدة. ساولا يفوسا، جهاد حسين يحاول في الكرة، لا زالت حائرة. كمارا السيليوني إلى جهاد وقوة، أرنولد قريب يأمر بخطأ، وبطاقة صفراء أولى تظهر أيضا قبل مضي 10 دقائق. شوف الإعادة والتدخل، أرنولد كان قريبا ولذلك لم يتردد في اكتساب الخطأ. رقابة رجل لرجل، أزبيدي يرسل كرة عالية، لكن الراية والتسلل كانت حاضرة على عبد الله الشمري. شوف عبد الله الشمري جاء من الخلف، لكن حكم اللقاء جاء بالإشارة أو تقرير المساعد الأول ديفيد أندرسون. سلامات في الخبر للتعاون، 3-1 في بريدر للقادسية، أي أن كل فريق في الموسم الماضي خسر على أرضه. حتى الآن ننتظر المزيد من هذا اللقاء، حتى الآن على التنفيذ. عبد الرحمن العبيدي يلعب الكرة عالية وراسية من محمد مثلاني إلى خارج أرضية الملعب. يعني تتكلم في موسمين لمدة عامين، من 98 حتى عام 2000 في دوري الدرجة الأولى. ورقة صفراء ثانية لدينا. لاحظ التدخل قوي جدا، تدخل قوي وقرار سليم للقادسية. كرة من الجانب الأيمن، ينتظر قدوم برناوي من الخلف. ياسين لاعب الكرة، وصلت لدى إلتون، إلتون مهاري، مثراني، خذوا هات بالكرة للقادسية. هل تأتي الراسية؟ لبيد أرسل كرة عالية والارتقاء حاضر بجانبي عبد المحرم. ركلي هذه المرة لجوزيه يلعب كرة بشكل سريع، لبيت يلعب الأرضية، خروج وإبعاد خاطئ. لبيت القادسية الآن في المبادرة الهجومية. اصطدام وقوة، شوف خطأ على محمد مثاني لمصلحة الشمري. لاعب واقع على أرضية الملعب محمد عبد الله مثاني. سلامات مثاني، شوف روح عالية من الشمري، شوف هذه الكرة اللي بين الاثنين، وبعدها كان في حديث ما بينهم. هذه اللقطة التي وقع من خلالها مثراني، ما شفت، شوف شوف وقع مثراني وجاء واعتذر الشمري. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو المطلوب. ليان يلعب الكرة الأرضية، استلام حاضر من جهة حسين. مد الله يلعب الكرة الأرضية، ستانيلي حتى الآن غير واضح من الأرضية، وكرة الحضري على مرتين. محاولة الدخول في العمق، حزازي إلتون، كرة ثنائية خطيرة للقادسية، لكن هنالك راية وتسلل. كرة أخيرة للقادسية، مثراني بكرة الصافرة جاءت من خلالها معلنة على نهاية تفاصيل شوط اللقاء الأول. تعادل سلبي. استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث شوط لقاء ثاني ما بين القادسية والتعاون. شوطاته عبد الرحمن العبيد، ياسين برناوي،
محمد فاتي ونايف عزازي انتم جوزيه مثناني تقنيه محاوله تعاونيه وقول جهاد الحسين يبدا بالتحرك واكثر خطوره ورقه صفراني محمد مثناني بعد لياقه لجهاد الحسين هنا لاعاده للياقه مباشره الى مرمى فيصل المسرحي تبدو كذلك عزبيدي يرسل كره عاليه وبتمر سيدريك اميسي تقلق نصيف البياوي شوف كره عزبيدي ارسل كره على راس سيدريك اميسي مرت بجوار القائم ركله مرمى القادسيه بالراسيه كاد التعاون ان يصيب مرمى القادسيه الاهداف حلاوه كره القدم حضري هذا اللي يدعي الاهداف يصبح 12 نقطة ستانلي بكرة أرضية من أمام مرمى الحضري لا زالت المحاولة مستمرة أبو شرارة مراقبة من الشغلي وقوع لتفيل والكرة قبل أن تبعد من جانب الدفاع إلى رمي التماس هل غادرت أم لم تبادر عموما الكرة كان فيها شد وجذب وصراع شوف 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 يا ساتر يا ساتر هذا الكرة الأيام من الجانب الأيمن يرسل كرة عرضية كرة ليس فيها كذا مكان يا سيدريك اميسي هذه على طول اللمسة في الشبك هذه على طول بعد التدخل على مازن أبو شرارة نعلم إن كان أصغر من المرسليات الموسى وبعد ذلك كامل الموسى أو هنا لدينا هيلتون جوزيه هيلتون أرسل كورة الموسم الماضي تفوق قدم نفسه مباراة اليوم تعاون بالتعاون اللي في الجولات الماضية ورد حاصلين على البطاقات الصفراء بعد إعاقة الإسماعيلي المغربي شوف عملية المسك والخط كرة تلعب عالي القائم فوري مرت راسيا مرت الى خارج ارضية الملعب حاول من خلالها تعاونية سعيد الدوسري حطها لا زالت والكرة بعد ذلك سريب هنا الكرة التي لعبت يا الحاج كمارة فرصة لا يمكن أن تضيع بعد ذلك أصوات الحاج مازن أبو شرارة يحاول ماجد في البيشي وتدخل والكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب واقع مازن أبو شرارة على أرضية الملعب يشكو من شفت تدخل فين سلامات سيدريك اميسي يلعب كرة عالية وخروج خطأ لمصلحة مسرحي كمارة ومسرحي كرة حولت بعد ذلك بالمغربي
بشباك لكنها الصافرة سبق ذلك بخطأ لمصلحة فيصل المسرحي. مرور يأتي